شهر نوفمبر الحقيقة كله حاجات جميلة جدا وبطولات كثيرة جدا جدا خلال شهر نوفمبر خدناها من زمان جدا لغاية دلوقتي. لما تيجي تقعد تفكر هتلاقي ان شهر نوفمبر ده من الشهور الحلوة جدا جدا زيه زي بقية الشهور الحقيقة للنادي الأهلي. طيب، رسالة إلى الإعلام المحايد. بالمناسبة أنا النهاردة الصبح، تاني يوم المباراة الصبح، المباراة كانت يوم الجمعة، السبت الصبح حضراتكم لقيت احد البرامج في احد القنوات بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ تخيلوا حضراتكم، مش هقول لكم ان هو بيتكلم عن عبقريه موسيماني مثلا، او ان لعيبه الاهلي عملوا شغل كويس، او ان موسيماني عمل شغل كويس ولكن اخطا في بعض الامور، او ان الاهلي كان افضل بكتير من نادي الزمالك في هذه المباراه. لا، سابوا كل ده وكلموا عن ايه؟ قرره يعني هو يوم المباراة، الماتش كان الساعة 8، الماتش خلص الساعة 10، فعبل ما طلعنا من الاستاد النادي طلع من الاستاد وموسيماني روح وبتاع، فموسيماني صحي الصبح قال ايه؟ ده طبعا بناء على الكلام اللي كان موجود في هذه القناة. كلام قال لك ايه؟ قال لك ان موسيماني قرر ان محمود كهربا معروض للبيع في شهر يناير القادم، أو أول الراحلين في شهر يناير القادم. تخيل حضرتك يعني حتى العنوان ما فيهوش منطق. أول خبر في البرنامج حتى العنوان ما فيهوش منطق. يعني إيه ما فيهوش منطق؟ يعني موسيماني إمتى خلص الماتش وراح قعد مثلا مع الكابتن خطيب وقرروا، أو مع لجنة التخطيط وقرروا تاني يوم الصبح الساعة، هو مشي الساعة 4 الفجر مثلا، خلاص؟ هو مشي مبدئيا الساعة 4 الفجر. هو ركب طيارة 4 الفجر. فهو وهو في الطيارة كلم الكابتن خطيب وقال له يا كابتن أو لجنة التخطيط، وقعد معاهم وقال لهم أنا أول الراحلين بالنسبة لي. تخيلوا حضراتكم السيناريو اللي اتعمل لمجرد أن تكسر فرحة جمهور النادي الأهلي، مش حاجة تانية، تكسر فرحة جمهور النادي الأهلي. أن أنت بتتكلم عن منظومة كبيرة مفيش قرار بيتاخد غير بالاتفاق مع لجنة التخطيط ومع مشرف على كورة ومع كذا ومع كذا، وشرحناها لحضراتكم قبل كده. ده غير بقى اللي كان بيحصل قبل كده، ده غير اللي كان بيحصل يوم المباراة. تخيل لكل واحد أهلاوي إن بعد نهاية المباراة الكل بيتكلم إن زعلانين جدا، الناس زعلانة جدا، مش إن الأهلي فاز، زعلانين جدا 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 إن النادي الأهلي ما عملش مباراة كويسة في آخر 10 دقايق، وسايبين ال 85 دقيقة ولا ال 80 دقيقة اللي كان الأهلي متفوق فيهم تكتيكيا وبدنيا ونفسيا وكل شيء. وعلى فكرة احنا اتفرجنا على مباريات كتيرة، بلاش للأهلي، لكل فرق العالم ايه اللي بيحصل معاهم؟ بيبقوا كويسين شوية وبيبقوا وحشين شوية، ولكن في النهاية مجمل المباراة ايه؟ مجمل المباراة ايه؟ أنا عارف إن جمهور النادي الأهلي كان زعلان عشان كان عايز يكسب أكتر من 5 ويصل للرقم القياسي أو للرقم اللي كل الأهلاوية بيحبوه اللي هو رقم 6 اللي اتعمل ايام مستر مانويل جوزيه مع جيل ذهبي الحقيقه، ولكن كل ده تمام. ولكن انا لما اجي اطلع احلل اتكلم على اللي موسيماني عمله من حاجات كويسه، ولا اتكلم على اللي موسيماني عمله من حاجات وحشه؟ ومحدش بيتكلم قال من اللي بيتكلموا، يعني محدش فيهم يتكلم قال مثلا ايه ان موسيماني كان كويس جدا في هذه المباراه لا 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 خالص، ان هو فاجئ نادي الزمالك ان هو بيلعب بهذه الطريقه اللي الكل قال ان هو مش هيلعب بيها لانه الزمالك غير الاسماعيلي. ده كلام الناس كلها، الواحد قاعد بيتابع الناس وكلام الناس، فالناس سايبه كل حاجه وبتتكلم عن تغييرات موسيماني السيئه من وجهه نظرهم، وسايبين الماتش اللي النادي الاهلي كسب فيه نادي الزمالك 5-3 وما بيتكلموش عن ان لا، يقولك ايه اصله لو ديانج ما كانش جاب الجون ده، طب ما هو لو مصطفى فتحي ما كانش جاب الجون ده. هي كرة القدم بالكلام ده؟ هي كرة القدم بالتخيل بالتوقع؟ كرة القدم مش بالتخيل ولا بالتوقع، كرة القدم واقع، حقيقة، أرقام، مين اللي كسب في نهاية المباراة، مين اللي جاب الأجوان، مين اللي دخل فيه الأجوان، هو ده الكلام اللي يتقال. لكن لو ما كانش حصل الكلام ده، أو لو ما كانش الكرة دي دخلت، طب لو يعني الواحد يقول لو، لا هنقعد نقول لو كتير. كرة القدم هي الواقع اللي قدام حضراتكم. الواقع اللي قدام حضراتكم ايه؟ ديانج جاب جون، وبعدين اتحسبت لنا ركلة جزاء صحيحة 100%، علي معلول دخل حطها جون، وبعد كده
جون ثالث، وبعد كده جون رابع، وبعد كده جون خامس. دخل فينا ثلاث اهداف، نتكلم بقى في الثلاث اهداف دخلوا فينا ازاي. لكن لو ديانج ما جابش الكره، ما هو لو مصطفى فتحي ما حطش وش رجله صح وراحت كده، ما هتقولوا ايه على اسيست السوليه؟ الاسيست اللي هيجي دلوقتي اللي قدام حضراتكم ده. طب لو السوليه ما كانش عمل الكره بالطريقه دي، ولو ما كانش محمد شريف حطها كده، هي الاجوان دلوقتي بقت لو. اين الواقع؟ اين الحقيقه؟ الحقيقه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دي هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه بس، مفيش حاجه تانيه. ان ديانج جاب الجول. التوقيت خدم، التوقيت ما خدمش. وبعدين انا شايف ان في يعني كلام بيتقال ان الحظ كان مع النادي الاهلي. طب حتى لو الكلام ده صحيح وان الحظ مع النادي الاهلي، ما هو الحظ لا ياتي الا للمجتهدين. هنقعد نعلم، قول ورايا، الحظ لا ياتي الا للمجتهدين، الحظ لا ياتي، اقعد اقول كده لغايه امتى؟ فكلام الحقيقه غريب جدا، وكلام لا يليق الحقيقه. ادي للناس حقها، وبعدين قول ان موسيماني غلط، غلط في كذا وكذا من وجهه نظر. على فكره وجهات النظر كلها قد تكون صحيحه، وجهات النظر كلها قد تكون صحيحه، ولكن هو الراجل في دماغه حاجه تانية. يعني هل حضراتكم حد شاف او حد قال مثلا ان بدر بانون جاله شد وطلع؟ حد قال ان ايمن اشرف جاله شد وطلع؟ فادي تغييرين اضطراريين عملهم بيتسو موسيماني في نهايه المباراه في الدقيقه 80 او 81، عشان كده الدنيا قلت شويه عبل ما ياسر ابراهيم يخش، وعبل ما محمد هاني، وعبل ما الناس دي تخش في الجيم. ما حدش قال الكلام ده، قال لك اصل تغييرات موسيماني السيئه. اتقال كده هي اللي خلت الاهلي ما يكسب. طب هو انتوا زعلانين؟ الناس زعلانه علشان ايه اللي حصل؟ عشان الاهلي عفوا، انتوا زعلانين عشان الاهلي كسب، ولا زعلانين عشان ايه؟ ولا كان المفروض نكسب اكتر من كده؟ انا مع حضرتك ان انا كنت المفروض اكسب اكتر من كده، ولكن الواقع والحقيقه اللي امام حضرتك ان احنا كسبنا 5-3 بس كده، بدون اي حاجه. قول بقى ان لا التكتيك اللي كان صح، ان اكرم وعلي معلول، علي معلول من افضل مبارياته الدفاعيه، عمل مباراه رائعه من الناحيه الدفاعيه، هيفهمها اكتر الناس التكتيك اللي بيشتغلوا في التكتيك. ان بيتسو موسيماني قفل كويس جدا على اجناح نادي الزمالك، وبالتالي ادى الفرصه لفريقه ان هو يجيب الاول والثاني والثالث، وبعد كده رجعوا في المباراه 5-6 دقائق في اول الشوط الثاني، وبعد كده جابوا جون، بعد كده النادي الاهلي اليو ديانج جاب الجون الرابع، وهكذا. نقدر نتكلم بهذا الشكل، نتكلم تكتيك وفني، مش اصل تغييرات موسيماني سيئه، كان المفروض نكسب 8 و9. ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي. ورساله الحقيقه لكل الناس او لكل الاعلام، يا جماعه من فضل حضراتكم، النادي الاهلي منظومه محترمه بتحترم الجميع، النادي الاهلي منظومه محترمه وبتحترم الجميع، من حق كل واحد يقول وجهه نظره، ولكن من فضل حضرتك اديني حقي. اديني حقي كنادي اهلي. قول لي ان الراجل عمل الشكل كذا، والتحضيرات اللي ما قبل المباراه كانت بالشكل كذا، والاستوديوهات بقى اللي قبل المباراه كلها، في الاسبوع اللي قبل المباراه كلها، اصل الزمالك افضل بكتير من النادي الاهلي. اوكي، دي وجهات نظر ما اقدرش اتكلم فيها فنيا، ما عنديش مشكله. انا بتكلم بعد المباراه وانا واقف في التكييف وبتاع، لكن ما قبل المباراه، لكن قول ان انا عندي مدير فني كاهلي، النادي الاهلي عنده مدير فني كويس، بيبقى مخطئ في بعض الامور في كذا وفي كذا وفي كذا، صلحها بالناحيه التكتيكيه، ان هو ضغط على أشرف بن شرقي وعلى أحمد أبو الفتوح من خلال أكرم ومن خلال أليو ديانج اللي كان بيصول وبيجول في الملعب كله، حمدي فتحي ودوره في التغطية يمين وشمال وفي نص الملعب، وعلي معلول والناحية الدفاعية، فحاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة جدا الحقيقة نقدر نقولها بهذا الشكل، ولكن تقطيع 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 تقطيع، كأن الأهلي اللي اتغلب. طب بس سؤال، هو لو كان الأهلي اتغلب 5-3 كان إيه اللي حصل؟ 5-4، أي 5، لو الأهلي اتغلب كان 5-3 5-4 كان إيه اللي حصل؟ كنتوا عملتوا إيه؟ إذا كنا كسبانين وعاملين ماتش رائع، معظمه رائع، لما تيجي تتكلم على مجمل الماتش، لأ الماتش هايل هايل باعتراف الجميع، باعتراف جميع المحقين، مش الأهلاوية بس، المحقين. لكن لو لا قدر الله كنا اتغلبنا كان إيه اللي حصل؟